والله اسمي عماد صالح عوض. جيت هنا 2014 2000 سوري 2004 2004 تمام 4 اشتغلت بالتدريس في مدرسة خاصة معلم ومعلم، نعم وأخذنا قسط كافي من التدريس والحمد لله اشتغلنا، وحبينا بقى يعني نعم نحول النشاط نعم بعد تجميع جزء من الأموال وكده، ممتاز فبدأنا في شركة التنظيفات حلو والضيافة. بالضبط في 2000، انا قعدت قاعد لها حوالي سنه، وبدات في 2018 بالفعل الشغل بعد ما حصلت على يعني عماله مدربه. تمام اخذنا عماله مدربه من الدوحه من بعض الشركات، اخذناها حلو من بعض الشركات اللي شغالين ممتاز عن طريق المعارف، واخذنا جزء من البنات برضو للضيافه نعم مدربين. حلو فبدأنا خدت بالك نعم بإعلانات، وعندنا مناديب بتنزل تجيب عقود من نعم الفنادق وعقود من حفلات الزواج وكده نعم تبع المكاتب بتاع حفلات الزواج. فالحمد لله حصلنا كم عقد وبدأنا بقى بالشغل بتاعنا وإثبات وجودنا، بدأ الزباين تعرفنا، حلو وإن شاء الله كده يعني بنتمنى الخير للجميع إن شاء الله. إن شاء الله والله احنا بنحاول الالتزام في المواعيد نعم والجودة في العمل، واي تقصير يعني بنيجي بعد ما نخلص الحفلة او نعم نخلص موضوع الضيافة بنسأل نشوف ايه التقصير اللي حصل ونتلافاه فيما بعد، نعم بحيث نقعد مع الاستاف ممتاز حصل كذا وحصل كذا وان حلو شاء الله ما يحصل تاني. فبإذن الله البنات بتستجيب يعني والعمالة بتستجيب. الفخر انا كطري انا كطري انا كطري ودايم بيوي قطر غالية ومحبوباتي يوم الشدايد والوغى مثل الحجر ما نبطاري انا كطري انا كطري انا كطري ومحبة محضاري وتولى الفخر انا كطري انا كطري. والله التحديات مش كبيرة يعني خدت بال حضرتك، يعني ممكن احنا نروح حفلة او ننزل نلاقي الحاجة غير مجهزة، فبنستنى فترة يعني مثلا نقعد ساعة اتنين، الوقت ده اللي بيضيع، فاحنا لازم يعني يكون في مرونة والحمد لله بتعدي. والله اتمنى ان انا اخد عقود قوية، عقود حكومية قوية، وتكون تأمن لي الرواتب للعمالة، وأكون قد المسؤولية في العقود هاي. ممتاز إن شاء الله من نجاح لنجاح. الله يديك الصحة. راح أروح إلى جانب مختلف شوي نحكي. أكيد بتعرف مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة. أيوة. نحكي شو دور زوجتك في حياتك العملية؟ والله الزوجة تعتبر برضو سند، وتعتبر يعني الواحد بيقعد يتكلم معاها ويفضفض معاها في الشغل وكده، فبنستشير بعض حقيقي يعني. حتى كمان في اسم الشركة استشرتها واخدنا كم اسم وكده يعني. جميل. فدايما بنشارك يعني، المرأة لها دور إيجابي ولها يعني رأي صائب برضو يعني. بالضبط. الله يوفقكم ويخليكم. لأن احنا عندنا عنصر نسائي، والعنصر النسائي ده لازم برضو يبقى فيه عنصر نسائي صحيح. مشترك يعني.
والله هي دايما الانسان يقول لك هاي بلدي الثاني. نعم. انا بعتبرها يعني بلدي الاول والثاني، خدت بال حضرتك. فالامن والامان هنا اساس شغل او استثمار او جذب المستثمرين. صحيح. فالله يعزه الامير الوالد ما قصر، يعني عمل فتره طويله انا حضرت معاه وهو على رأس الحكم، مهد البلد وفرش البلد وغير البلد كليا. وجه الأمير تميم قام بما خلفه الوالد واستثمر ونمى وخلى قطر مسموعة في العالم كلها. يعني تعال شوف كأس العالم هاي، الدنيا كلها عرفت، الدنيا كلها عرفت قطر وبلد الأمن والأمان وبلد الخير، بلد الدوح، دوحة الخير يعني. صحيح. هي اسمها دوحة الخير. صحيح. فإحنا في بلدنا، إحنا هاي بلدنا أكيد. طبعا الله يديم نعمة الأمن والأمان على هالبلد الطيب ويحفظ حكام دولة قطر، على رأسهم سيدي صاحب السمو الأمير. أمين يا رب. أمين يا رب. الشيخ خليفة الثاني وإلى الشيخ تميم حفظهم الله ورعاهم. طبعا بتشكرك رسالة. الله يعطيك العافية، شرفتونا. طبعا قبل نهاية البرنامج بدي منك رسالة شكر إلى أشخاص أو حدا بتحكيه الآن شكرا كان دعمك في بداية حياتك العملية. والله بعض الشركات الكبرى. نعم. لما جينا نستشيرهم في البعض كان بيستشيرك بشفافية، يعني يعطيك المعلومة بشفافية وبصدق. فإحنا طبعا بنشكر الجميع اللي هم برضو لما نيجي نسألهم بيعطيك المعلومة من الآخر، بيوفر عليك سنين عمل. نعم. وسنين خبرة ويحطك على الطريق المستقيم. فكتير كتير يعني أسماء لا يعني مش متذكرة الحين. نعم. نيجي نسألها تقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. فشكرا ليهم كتير في نفس المجال. جميل. طبعا أعزائي المشاهدين، أرقام الهواتف أسفل الشاشة للتواصل مع شركة خطوات التميز التنظيفات والضيافة. طبعا بتشكرك لوقتك الثمين وشكرا. الله يعطيك العافية وشرفتونا استقبالنا في مكتبك. شرفتونا والله. شكرا. شرفتونا والله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ونختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى السوشيال ميديا. دمتم في أمان الله.